المشاهدين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة من برنامج الحدث، وأعتذر مسبقا عن التأخير أو عن الانقطاع الذي كان خارج عن إرادتنا. بادئ ذي بدء أعزي الشعب الصحراوي وأعزي نفسي في فقدان الشهيد بخاري أحمد وفي فقدان ضحايا سقوط الطائرة العسكرية قرب مطار بوفاريك بالجزائر العاصمة. والموضوع هذه المرة سنتناول مجموعة من الأحداث نتيجة الانقطاع الذي عرفه البرنامج، مجموعة من الأحداث تعني تطورات القضية الوطنية خصوصا على مستوى الأمم المتحدة في إطار المشاورات وتوسيع المشاورات التي يقوم بها هورست كوهلر، يعني المبعوث الشخصي الأمين العام للأمم المتحدة. نعرف ما محتوى هذه اللقاءات، ما هي الأهداف من توسيع هذه المشاورات. نتحدث أيضا عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، نعرج على الاتحاد الإفريقي ومعارك الاتحاد الإفريقي، نتحدث أيضا عن المعركة القانونية وقرارات المحاكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وفي الأخير نود أن نعرف أسباب وتداعيات وإلى أي حد يمكن أن يصل التصعيد المغربي الأخير وهذه التهديدات المغربية الأخيرة. لمعرفة هذه المواضيع وتسليط الضوء على هذه المواضيع وشرحها ونقاشها معي مشكورا عضو الأمانة الوطنية وزير الخارجية الأخ محمد سالم السالك. أهلا وسهلا بك الأخ الوزير. إذن كما سمعت في الموضوع يعني مواضيع متشعبة مختلفة، لأننا سنحاول أن نستغل الوقت ونعوض الانقطاع الذي حدث في البرنامج لأسباب خارجة عن إرادتنا لمعرفة يعني ما هي أبرز يعني المعطيات أو أبرز يعني الخطوط العريضة التي تطبع مسار القضية الوطنية سواء على المستوى المتحدة ومستوى الاتحاد الإفريقي والمحاكم الأوروبية، وكذلك نريد أن نعرف سر التصعيد المغربي والخلفيات والتداعيات يعني وإلى أي حد يمكن أن يصل هذا التصعيد. في البداية نود أن نبدأ من الأمم المتحدة. السيد هورست كوهلر زار المنطقة في أكتوبر الماضي، يعني أكتوبر 2017، يعني بعد تعيينه بمدة، ويعني التقى الأطراف ثم شرع في يعني قدم إحاطة ثم شرع في 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 مشاورات ولقاءات يعني سواء مع طرفي النزاع أو الدول المجاورة، لكن وسع هذه المشاورات لتشمل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وحتى دول أخرى وازنة في المستوى المتحدة. يعني ما هي الدلالات أو ما هي القراءات التي لديكم المستوى الدبلوماسي يعني في هذا العمل الذي يقوم به السيد هورست كوهلر؟ ثم نريد أن نعرف مثلا التقرير الأمين العام الذي لا بد أنه يحمل بصمات كوهلر أيضا للمبعوث الشخصي، يعني ما هي قراءتكم لهذا التقرير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا عزاؤنا للشعب الصحراوي ولأنفسنا ولكل العائلات ضحايا الطائرة التي الجزائرية التي سقطت يوم أمس. قوافل من الضحايا ومن الشهداء تتلحق، هؤلاء هم أبناء وعائلات أناس غادروا بلدهم مجاهدين، فلا شك أنهم غادروها لأنهم آمنوا بقضية فتوفوا في طريق تحقيق آمالهم، فهم شهداء. غادرونا بعد مغادرة رفيقنا وصديقنا أخينا البخاري رحمة الله عليه وعليهم وعلى جميع ضحايا الطائرة من جزائريين جنود وعائلات جنود. فهذا يدل أن الشعب الصحراوي مستميت على طريق النصر وعلى طريق الحرية وسيصل إن شاء الله. والدليل إن شاء الله والدليل أن المحاكمة منذ يومين، محاكمة الصف الطلابي، أثبتت أن الشعب الصحراوي إرادة لا تلين له، إرادة لا تلين بالرغم من طاغوت النظام الاحتلال المغربي وعدوانه ضد الشعب الصحراوي وتزويره للحقائق وأحكامه الجائرة ضد الشعب الصحراوي. فالانتفاضة الاستقلال سواء بشقها الطلابي أو الشعبي ستتواصل، وكما سيتواصل صمود الشعب الصحراوي وكفاحه بما في ذلك كل الاحتمالات الواردة الآن أن الشعب الصحراوي سيقارع المحتل المغربي حتى ينهي احتلاله. ما فيما يخص آخر التطورات على صعيد الأمم المتحدة، الوضع يطبعه تعنت المغرب ومحاولة تملص المغرب
من كل الالتزامات من كل قرارات الأمم المتحدة. والمغرب وكررها مرة أخرى يصبح عكس التيار، يحاول ربح الوقت كل مرة يعني طرق ملتوية، وهذه المرة بأكاذيب وتزوير الحقائق بما فيها حقائق على الأرض معاشة ومشهودة ويلاحظها الداني والقاسي. فالأمم المتحدة مع تعيين السيد كولر وتقرير الأمين العام سنة 2017 تحدث عن ديناميكية جديدة وبروح جديدة وبنية حسنة وبدون شروط مسبقة. فالمغرب لا هو عبر عن حسن نية ولا هو قدم موقف وعبر عن استعداده بدون شروط مسبقة، وبالتالي يعمق هذا التناقض وهذا هذه المواجهة التي فتحها مع تعرضه لبعثة المنوسو وطرده لأفرادها وعرقلته لإجراء الاستفتاء منذ 26 سنة. فالموقف الذي الوضع يطبعه مزيد من التعنت المغربي. فبعد ذهاب الأمين العام السابق السيد بان كي مون ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس، ها هو المغرب اليوم يواجه كذلك من جديد نفس الأمين العام للأمم المتحدة الجديد سيد غوتيريس والمبعوث الشخصي. نفس الهيئة يعني؟ نفس الهيئة. الأمين العام للأمم المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة نفس الهيئة، ليس نفس الشخص، نفس الهيئة. وبحجج واهية. فعندما قام المغرب بخلق وقف إطلاق النار، بفتح بوابة الحزام من الحزام تجاه الأراضي المحررة والتراب الموريتاني، رفض المغرب أن يقوم بالتراجع عن الثغرة التي فتحها، باعتبار أن الحزام الذل والعار اعتبرته اتفاقية العسكرية رقم واحد لوقف إطلاق النار، اعتبرته الخط الفاصل بين الجيشين، فلا القوات الصحراوية يمكن أن تتجاوزه تجاه القوات المغربية ولا القوات المغربية يمكن أن تتجاوزه تجاه القوات الصحراوية. فهذا الخط الفاصل تم تجاوزه من طرف القوات المغربية. الأمم المتحدة في قرار مجلس الأمن قررت إرسال بعثة تقنية من أجل الوقوف على الوضع وحل هذه المشكلة التي تطرح المشكلة بصفة عامة، قضية وقف إطلاق النار بصفة عامة. المغرب رفض هذه البعثة، وهذا مدون في تقرير الأمين العام الأخير الذي رفعه إلى مجلس الأمن. اثنين، الأمين العام طلب من الطرفين التعامل مع مبعوثه الشخصي سيد كولر بحسن نية وبدون شروط مسبقة. المغرب جدد موقفه المعروف القاضي بسحب البساط من تحت أقدام الأمم المتحدة، إفراغ عملية تصفية الاستعمار من محتواها بالالتواء على الشرعية الدولية وبمحاولة مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي هو أساس العملية السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة. فاشتراط المغرب أن يكون مقترحه الذي يسميه بالحكم الذاتي قاعدة للحل، بل هو الحل، اشتراط وتجاوز وخرق لقرارات الأمم المتحدة يتطلب عنه بدون شروط مسبقة. نعم. فالمواجهة أصبحت تتفاقم، ولن يفهم مجلس الأمن ولن يفهم العالم أن المغرب عرقل كل المجهودات التي تقوم بها الأمم المتحدة منذ البداية، منذ 1991 واتفاق الطرفين على مخطط تسوية القاضي بتنظيم الاستفتاء، والكرة الآن موجودة في مرمى المغرب وكذلك في مرمى مجلس الأمن. لكن سيد وزير لكي تتضح أكثر، نريد أن نفهم مثلا تطورات القضية على مستوى الأمم المتحدة. نعرف أن المغرب عرقل، نعرف أنه صادق على اتفاقيات المشتركة بين المنظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة، ثم التي كانت هي أساس وقف إطلاق النار ومخطط تسوية، رفض مخطط تسوية، رفض كل شيء، رفض مخطط بيكر الثاني، رفض كل شيء
نعرف هذه الوضع، لكن نريد أن نعرف تطورات أخيرة يعني لنصل إلى ما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الاستفزاز أو هذا التصعيد المغربي. إذن دعنا نعرف أولا تحركات روس في أي تحركات، عفوا سيد كوهلر، في أي إطار تندرج وما هي قراءتكم، ثم نمر إلى التقرير. لا، هو السيد كوهلر قام بالديناميكية الجديدة تتطلب أن يقوم الأمير العام ومبعوثه الشخصي بالتحرك من أجل كسر الجليد ومن أجل خلق ديناميكية تفرض على الواقع وفي الواقع تفرض الحل الذي يتطلبه الوضع الذي هو حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. طبعا الأرضية في حد ذاتها تشكل مشكلة للمغرب، لأنه الحل ليكون حلا سياسيا لا بد أن يكون مبني على اختيار الشعب الصحراوي وبالتالي تقرير مصير الشعب الصحراوي. المغرب يعي ذلك ويعي أن الشعب الصحراوي سيختار بكل حرية اختياره الذي اختاره بالدم ضد الاستعمار الإسباني جمهورية العربية الديمقراطية. نعم، سيختار الحرية والاستقلال. المغرب إذن يناور يحاول من أجل إضفاء الشرعية على احتلاله يحاول مصادرة حق الشعب الصحراوي، ومن لذلك خلق الكثير من اللوبيات ويعمل جاهدا تجاه العواصم في كل القارات من أجل إضفاء الشرعية على احتلاله. لكن كما قال بيكر، لكن كما قال بيكر، لن يعترف العالم للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، لأن الشعب الصحراوي لن يقبله، لن يقبل ذلك، ولأن الممتحدة لن تقبل ذلك، ولأن المحكمة، محكمة العدل الدولية في سنة 1975 قالت أن الصحراء الغربية لم تكن قط جزءا من المغرب، والمغرب ليست له سيادة على الصحراء الغربية. فإذا لا يوجد جديد إلا أن المغرب في هذا الموضوع، إلا أن المغرب بتعنته أمام التحرك الجديد الذي يريد دفع المغرب إلى قبول ما وقع عليه بأساليب جديدة، المغرب ما زال يعرقل، والمواجهة ستتقوى يعني تقصدون بين الأمم العمل المتحدة والمغرب، بين المغرب والأمم المتحدة، بين المغرب والأمم المتحدة. طبعا في مجلس الأمن هناك مشكل، ما دامت فرنسا لها موقف مؤيد للمغرب ومتعاطف مع المغرب فلا شك أنه هناك صعوبات، لكن هذه الصعوبات إلى متى يمكن لفرنسا أو لأي أحد آخر غير فرنسا عرقلت مسيرة الشعب الصحراوي والتضامن الدولي مع الحق ومع الشرعية الدولية، إلى متى يمكن للمغرب أن يستفيد؟ المشكل أن الوقت الذي يريد المغرب استغلاله وهو يستثمر كثيرا من الأموال من أجل ذلك، السؤال المطروح هو إلى أين سيصل المغرب؟ ماذا سيؤدي ذلك بالمغرب؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه 27 سنة من عرقلة مساعي العالم، المجتمع الدولي، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وخاصة المتحدة، تصفية الاستعمار وإجراء الاستفتاء، هذه 27 سنة من العرقلة لم تزد المغرب إلا عزلة على الصعيد الدولي واختناقا وأزمة سياسية واقتصادية وهيكلية داخل المغرب. هذا هو أخو السالك، يعني اسمح لي انقطعك، لأن نحن نعرف أن أزيد من 40 سنة من تجربة المغرب في الملف، ملف سياسة جولة أسبوع، سياسة مثلا ملف المطوي، سياسة الجهوية، سياسة إلى غير ذلك، كل هذا المغرب يعني حاول ربح الوقت طول هذه المدة ولم ينجح. يعني كما قلتم، هو كل ما زاد الوقت كل ما أصبح في غير صالحه. كان في زمان مثلا الرهان على تشتت الجبهة داخليا وعلى العمل الاستخباراتي الخبيث له كان يراهن عليه، لكن الآن على ماذا يراهن المغرب وهو يرى أنه في كل مرة هو أكثر عزلة، هو أكثر فشل، هو أكثر يعني ضغط دولي إلى غير ذلك؟ نحن نعتقد أن النظام العلوي، النظام العلوي إذا هو ربط
مصيره وجوده بالقضية الصحراوية سينتهي. إذا هو ربط مصيره بمغرب بما يسميه مغربية الصحراء سينتهي. الحسن الثاني كان ذكيا، عندما رأى أنه لن يتمكن من إركاع الشعب الصحراوي عسكريا ولن يحقق مصادرة حقوق الشعب الصحراوي دبلوماسيا والضغوط تتزايد على المغرب، وفي الأفق كان في عهده يلوح في الأفق تطور سلبي جدا للوضع الاقتصادي والاجتماعي المغربي، الشيء الذي يبشر بصعوبات للنظام واستقرار النظام وبقاء النظام. الحسن الثاني كان أذكى لأنه بادر واستبق الأحداث وقال أنا أذهب للاستفتاء، عندما رأى أن سياسة الأحزمة الدفاعية لم تنفع القوات المغربية ولم تمنع القوات الصحراوية من الهجوم على القوات المغربية يعني تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات في الأحزمة ووراء الأحزمة ومتابعتها وراء الأحزمة، لما رأى أن هذه الوضعية كذلك دبلوماسيا لا يمكن المغرب أن يقدم يحصد فيها على أو يحصل فيها على نتائج كبيرة بما يعني انتصار الدبلوماسي في القضية الصحراوية دوليا، قبل بالجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقع مع الطرف الصحراوي على اتفاقيات هيوستن وعلى مخطط التسوية لسنة 1991 قبل ذلك. إذن وجد حلا يؤمن به نظامه حتى حكمه قبل نظام العلوي قبل مثلا حكم التناوب إلى ذلك، يعني عدة إصلاحات عدة إصلاحات داخلية، وكذلك خروجه بصفة بسلام سلسة من الصحراء الغربية عن طريق الاستفتاء، ومات وهو يكرر أنه مستعد للذهاب للاستفتاء، وإذا قرر الصحراويون الاستقلال فإنه سيقبل بذلك وأول طيب الأخ سلام. فإذن المشكل الآن أن خلفه محمد السادس الذي لم يكن شريكا في الحرب، لم يقود الحرب وكان بعيدا وفي أضواء أخرى وما زال فيها، لا يقدر ما قدره الحسن الثاني الذي هو صانع الحرب وهو الذي أوقفها مؤقتا عبر قبوله بالاستفتاء وقبولنا نحن بوقف إطلاق النار. فالغريب في الأمر أن المغرب هو الذي كان يطالب بوقف إطلاق النار، وإذا كان المغاربة الآن محمد السادس والجنرال الوراق والمنصوري والهمة يعتقدون أن المغرب يمكن له خرق وقف إطلاق النار بالهجوم على القوات الصحراوية في الأراضي المحررة، فهم يذهبون تماما عكس ما القناعة التي وصلها الحسن الثاني الذي كان يلهث وراء وقف إطلاق النار. فنقول أن النظام الحالي نظام محمد السادس يقوم بمجازفات ويقوم بقرارات يتخذ قرارات غير مدروسة غير محسوبة. فالمهم أن الأمم المتحدة في هذا الموضوع ونحن نتحدث عن الأمم المتحدة تقوم بمجهودات من أجل كسر الجليد ومن أجل دفع الحكومة المغربية، لكن عناصر أنا ما نسأل عنه هو عناصر جديدة دخلت في المشاورات، هذا التحرك الذي يقوم به هورست كوهلر صحيح أنكم كما قلتم في تقرير 2017 أبريل 2016 ديناميكية جديدة وروح جديدة لغير ذلك، لكن توسيع المشاورات بهذا الشكل وإشراك أطراف خصوصا أطراف المغرب يعتبرها بالعدوة، مثلا إشراك الاتحاد الإفريقي إشراك دول مثلا وازنة، ما هي القراءة لهذا؟ لا، القراءة يعني هو أن هذه هي الديناميكية الجديدة. الديناميكية الجديدة هي أنه واحد كولر وغوتيرس وحتى مجلس الأمن يعتبرون أن ليس من حق المغرب أن يشترط على المفاوضات أن تكون قاعدتها هي الحكم الذاتي.
موقف الطرف الصحراوي، موقف البوليزاريو والحكومة الصحراوية يتطابق تماما مع موقف الأمم المتحدة. تقرير مصر، نحن لا نشترط شيئا غير تقرير مصر الذي تشترطه لوائح الأمم المتحدة منذ الستينات، فالذي يشترط هو المغرب. وحتى أن مسألة الحكم الذاتي في مخطط بيكر أضاف بيكر هذا الخيار إلى جانب الاستقلال، إلى خيار الاستقلال والانضمام، فالجبهة قبلت بذلك لأن المهم هو أن الشعب الصحراوي يختار، والذي يعرق الاختيار للشعب الصحراوي هو المغرب، لأن الخيارات يجب أن تكون مفتوحة، وحتى إذا كان خيارا رابعا وخامسا الجبهة ليست لها أي مشكل في خيار ما دام الخيار بين الخيارات يوجد خيار الاستقلال، لأن الشعب الصحراوي، لأن الجبهة قاتلت الاستعمار الإسباني كغيرها من حركة تحرر مجلس الاستقلال الوطني، وستبقى على هذا المنوال حتى تحرير الشعب الصحراوي. هذا هو التزامها مع الشعب الصحراوي، هذا هو التزامها، وهذا ولكن للشعب الصحراوي الحق في اختيار ماذا يريد، وكل الخيارات مفتوحة أمامه، وهذا هو صلابة موقف الجبهة على الصعيد الدولي أمام الأمم المتحدة وأمام الاتحاد الأفريقي والعالم. والمغرب الذي يدعي أن الصحراويين مغاربة، لماذا يخافوا من إرادتهم ومن الاستفتاء؟ لماذا هذه الترهات وهذه تصدير الحقائق والأكاذيب والمهرجانات في العيون وفي غيرها، والصحراء في مغربها والمغرب في صحراء، هذه الترهات هذا المهم أن عندما تحرك الأمين العام وكولر من أجل الحديث مع الاتحاد الأفريقي، لأن الاتحاد الأفريقي ممر إجباري وشريك، ممر إجباري لأنه أولا شريك، لأن الخطة في حد ذاتها والتحرك العالمي في حد ذاته هو تحرك إفريقي قبل أن يكون تحرك أممي. فخطة التسوية بدأت في إفريقيا باللائحة بالقرار 104 لسنة 1983 الذي اعتبر أن الاستفتاء هو المخرج في ذلك الوقت، فهذا اتفقت عليه الأمم المتحدة بالإجماع الجامع للأمم المتحدة، وأصبح هو قاعدة المخطط التسوية الأممي الإفريقي لسنة 1991. فالمغرب يتناقض مع نفسه عندما يقول إن القضية أمام مجلس الأمن، وكل القضايا الإفريقية، كل الخلافات الإفريقية هي موجودة في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الإفريقي، لا يمكن لقضية الصحراء الغربية أن تكون استثناء، وخاصة أن الخلاف والنزاع الموجود والصراع الموجود هو دولي، باعتبار أن الاتحاد الإفريقي يعترف بالدولتين العضوين في الاتحاد الإفريقي، وفي قراره الأخير تحدث عن ضرورة المفاوضات بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية. المهم أن كولر عندما قرر اللقاء مع رئيس الاتحاد الإفريقي بول كاغامي ورئيس المفوضية سيد موسى فاكي، وعندما قرر اللقاء مع موغريني مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي وعدد من الموظفين في الاتحاد الأوروبي، قام بتحريك أطراف لها دور حيوي وأساسي في الدفع بعملية السلام إلى الأمام. لا يمكن التقدم في القضية الصحراوية بدون الاستماع لموقف الإفريقي، لأن إفريقيا هي المعنية الأولى بالقضية الصحراوية، ولأن الدولتين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية هما عضوين في الاتحاد الإفريقي. إذن الجديد أن الديناميكية الجديدة التي أعلن عنها الأمين العام غوتيريس بتعيينه لمبعوثه الجديد السيد كولر، يراد منها الوصول إلى ما لم تصل إليه المبادرات السابقة، وكأن الأمر هي الفرصة الأخيرة. هذه مبادرة جديدة بعد 27 سنة من التحرك للأمم المتحدة، المغرب، كل الناس، كل العواصم الكبرى تعلم أن المغرب هو المعرقل لمجهودات المجتمع الدولي. فعندما صرح الأمين العام بأن المغرب عليه أن يفهم بأن التحرك والديناميكا الجديدة تعني أن الأمم المتحدة ستتخذ مواقف، وأنه حان الوقت أن ينتهي هذا الصراع، وهناك حتى دول تريد
إخراج إنهاء عملية بعثة المينوسو من الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، لأن المجتمع الدولي يدفع أموال كبيرة في عملية حفظ السلام في الصحراء الغربية، ولا يمكن بهذه الطريقة وبالاستهزاء بالمجتمع الدولي وكأنه في وقت الأزمات المالية وفي وقت مكافحة الإرهاب وفي وقت الهجرة الكبيرة الموجودة عالميا والأموال والكوارث البيئية وغيرها، لا يمكن هدر الأموال بهذه الطريقة، وهناك أصوات في الأمم المتحدة تريد يعني استثمار هذه الأموال من أجل دفع بعملية السلام في الصحراء الغربية وفي غيرها من الأماكن الأخرى نحو النهاية. أخي الوزير، قلتم أن الديناميكية الجديدة هي تقريبا وكانها الفرصة الأخيرة، تقصدون أننا قد نصل في حالة مواصلة المغرب للتعنت، وهذا ظاهر لأن الصحافة تتناول أن هناك أزمة صامتة بين الأمم المتحدة والمغرب، نرى كيف أن المغرب لوحده انبرى عن كل الذين التقوا سيد كوهلر في برلين فانتقل إلى لشبونة من تغطية شيع في البداية على أنه سيأتيه إلى الرباط وبعد ذلك ذهب إلى لشبونة لغير ذلك. إذا واصل هذا التعنت، هل تتوقعون أن تتخذ قرارات صارمة، مثلا أن يكون البند السابع، أو تتخذ إجراءات صارمة ضد المغرب في يعني ظل في ظل وجود فرنسا عضو دائم؟ هو بعض القرارات وبعد الجيست بعض يعني المواقف الصبيانية التي من حين لآخر تظهر في من حكام الرباط وتثبت أن هناك أزمة، هناك أزمة داخلية سياسية وهناك أزمة قيادة. سنتحدث عن المغرب في المغرب، سنتحدث عن المغرب في إطار التصعيد. نعم، والمهم أن الأمم المتحدة وصلت إلى القناعة، موظفين الأمم المتحدة في عملية السلام وفي المديرية الشؤون السياسية، أن المغرب يعني بهذه المواقف سيدفع بالأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف قد تثير مزيدا من غضب المغرب ومزيدا من المواجهة. المرونة التي سير بها بان كي مون وكريستوفر روس التعامل مع المغرب لم تجدي نفعا. الكثير من المرونة تعطي الانطباع للرباط أنه يمكن له أن يتقدم نحو مشروعه في عملية تشريعي إدفاع الشرعية على الاحتلال، وهو مغلوط تماما. تتذكرون عندما تحدث الملك محمد السادس مع بان كي مون هاتفيا وكأن مهمة المينورسو عطيت في هذه المكالمة بين الملك و يعني المغاربة، أعطوا الانطباع أن هناك مهمة جديدة للبعثة وهي وقف اطلاق النار فقط. نعم، وأن المغرب باللوبيات وبالكثير من الدعاية والأقلام في المغرب وخارج المغرب أن هناك تقدم في صالح المغرب وأن الحكم الذاتي هو مقبول دوليا وأنه هو القاعدة للحل، فكأن المغاربة كأن النظام المغربي كأن الحكومة المغربية تعتبر الرأي الدولي وتعتبر المنظمات الدولية ملكا لها يعني. كما هو المواطن المغربي الذي هو رعية لا ليس حتى مواطنة. فيعني هذا دليل على نوع من الاستهزاء ونوع من الصبيانية في التعامل مع التعامل السياسي. نعم. نعم. طيب الأخ الوزير، كيف تقرأون تقرير الأمين العام هذا الأخير الذي قدم يوم 4 لأعضاء مجلس الأمن والذي هو الآن في طور التدارس من أجل استصدار قرار القرار المنتظر من مجلس الأمن حول الصحراء الغربية نهاية هذا الشهر الجاري؟ يعني ما هي قراءتكم للتقرير؟ هناك من يصفه بأنه تقرير كان ممتاز وأنه واقعي، وهناك من يصفه أنه تقرير منحاز للبوليزاريو كما قالت بعض الأوساط، كل يصفه بطريقته. يعني ما هي قراءتكم لهذا التقرير؟ لا، قراءة الجبهة لهذا التقرير هو وكل التقارير هو أنه ما دام يلح على أن الحل يمر عبر الشعب الصحراوي، تقرير المستشار الصحراوي، عبر الشعب الصحراوي من خلال ممارسته لحقه في تقرير المصير، لوريست دان تيتاي
الباقي تفاصيل يعني. الباقي تفاصيل. نحن نعتقد أن الأمين العام باعتباره الأمين العام للأمم المتحدة وباعتباره متقرير يذهب إلى مجلس الأمن يتكلم بلغة دبلوماسية. في الحقيقة المشكل لا يوجد في المغرب وحده، المشكل يوجد داخل مجلس الأمن. المشكل أن فرنسا، نعم نعم، العرقلة تأتي من مجلس الأمن. فالأمين العام يحاول مع مجلس الأمن بما فيه فرنسا أن يعطي للديناميكية التي أعلن عنها دفعا جديدا، ولو أنه مبعوث الشخصي لم يتحرك إلى أخيرا، وضاعت سنة من الانتظار. فالأمين العام يعي ما هي الصعوبات، والصعوبات منها ليس موقف المغرب ولكن كما قلت موقف فرنسا داخل مجلس الأمن. التقرير إيجابي من زاوية أنه يركز على ضرورة الذهاب إلى حل يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. من هذه الزاوية التقرير إيجابي. أما من حيث وكذلك تقرير تحدث عن المواضيع التي خطيرة جدا، منها أولا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المستمرة من طرف الدولة المغربية واستغلال الثروات الطبيعية، الأحكام الجائرة ضد المواطنين الصحراويين من طلبة وغيرهم، والأحكام الجائرة ضد مجموعة أكاديمي زيك، والاختفاء القسري والتعذيب الذي ما زال مستمر من طرف الاحتلال المغربي للمواطنين في الأراضي المحتلة. كل هذا إثارة كل ذلك في التقرير مهم، ولكن كان من الضروري طلب من مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته أكثر وأن يعمل بانسجام في هذا الموضوع الذي طال أمده. هناك عبارات وقراءة يتم الاستخلاص منها أن هناك أشياء موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن. نعم واضح، واضح قراءات واضحة هناك، وهناك أشياء أخرى موجهة إلى الأطراف. عندما مثلا يتحدث أن الجبهة قبلت باللجنة التقنية والمغرب لم يقبل، رفض ذلك. هذا هو البرا يكون شيء نعم صريح. نعم نعم نعم، هو في ذلك يقول للمغرب حذاري، التعامل معي ومع الأمم المتحدة ومع الأمانة العامة يجب أن يكون، يعني قرار مجلس الماضي دعا إلى المفاوضات وإلى اللجنة التقنية، فالمغرب هنا واضح أنه لم يتعامل. ومن جهة أخرى لح على أنها ديناميكية جديدة وبحسن، يجب أن يكون التفاوض بحسنية وبدون شروط مسبقة، كررها كذلك. فهذه إشارات تذهب إلى المغرب. إذن تعتقدون أن هذه الإشارات وهذه التحركات التي يقودها سيد هورست كولر هي التي تقف وراء مثلا هذه الأزمة التي تسميها الأوساط المغربية بالأزمة الصامتة بين المغرب والأمم المتحدة؟ يعني هل يتجدد نفس سيناريو الذي حدث مع روس ومع بانكيمون الآن مع الأمانة العامة المتحدة بشكل علني؟ بآجلا أم عاجلا، عاجلا أم آجلا، بطريقة مباشرة أو بطريقة صامتة، الأزمة ستتعمق مع الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة تهدف إلى إنهاء عمل بعثتها التي أتت من أجل تنظيم الاستفتاء، والاستفتاء لم ينظم، والمغرب ما زال يناور وما زال، بل بالعكس، فهو يحاول إيجاد أي قضية أخرى ابتزاز ثانوية وحتى هامشية لخلق الأزمة مع الأمم المتحدة ولصد الأنظار عن كلما وصلت الأمور إلى أن ضروري التقدم أو أصبح التقدم إلزامي. فالمغرب يرى أنه يجب يعني يحاول أن يعرقل بخلق مناوشات هامشية، يعني مناوشات جانبية. يعني دافع وراء تصريح سيد كولر الذي قال أنه سيذهب إلى الهدف ولا تهمه المشاكل الهامشية هذه الجانبية، يعني في تصريحه. نعم نعم، يعني المغرب يقصدها. نعم المغرب كان يحاول أنه يعطي للمبعوث الشخصي مهمة يعني الإطفاء النيران بومبيه
فكولر مهمته هو إيجاد حل من أجل وليس إطفاء. نعم. هذه مهمة البعثة الأممية الموجودة على الأرض. الأخ الوزير قلتم أن يعني المشاورات يعني أكدت بشكل واضح على أنه المرور عبر الاتحاد الإفريقي ضرورة، وأظن أن المغرب تفطن أيضا لهذا في 2016، ولهذا توجه نحو الاتحاد الإفريقي وطلب العضوية وأعطى ما أعطى من أجل العضوية، حتى أنه صادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي بما فيه يعني احترام حدود الموروث الاستعمار إلى غير ذلك. المتتبع يرى أن المغرب الآن ربما قد يدخل أزمة مع الاتحاد الإفريقي، خصوصا بعد قمة أبيجان وما حدث في موزمبيق والقمة الأخيرة إلى غير ذلك. ما هو الوضع في الاتحاد الإفريقي؟ وسمعنا أن هناك مثلا زيارة مرتقبة للسيد رئيس مفوض الاتحاد الإفريقي للمنطقة أيضا في إطار هذا التقرير. إذن إلى أي حد حقق المغرب ما يريد من الاتحاد الإفريقي، وإلى أي حد تمسك الاتحاد الإفريقي بمواقفه، ونحن الآن في أي وضعية داخل الاتحاد الإفريقي؟ لا أعرف هل تتذكرون أنه في هذه الطاولة بالذات ومنذ وقبل دخول المغرب إلى الاتحاد الإفريقي كنت طرحت هذا السؤال، أتذكره جيدا، وأنا كنت في ذلك الوقت قلت أن المغرب خارج الاتحاد الإفريقي وفي عزلة، وإذا دخل إلى الاتحاد الإفريقي في ورطة، سيكون في 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 مشكلتين، في عزلتين. العزلة الأولى هو أنه يجب عليه أن يقبل بمبادئ الاتحاد الإفريقي وأهداف الاتحاد الإفريقي، وقبلها ولكن قبلها للتناظر، وهذا له ثمن. الآن الدولة المغربية إلى جانب الدولة الصحراوية في نفس القاعة، وبالصدفة الجمهورية الصحراوية هي عميد شمال الشمال الذي هو موريتانيا والمغرب، موريتانيا والجمهورية الصحراوية والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، هذه هي دول الشمال. الاتحاد الإفريقي له 5 مناطق في منطقة الشمال منها المغرب. العميد في الاتحاد الإفريقي هو الجمهورية الصحراوية. قلت أنه بدخوله الاتحاد الإفريقي إما أن يسلم بمبادئ الاتحاد الإفريقي وبقرارة الاتحاد الإفريقي التي واضحة وضوح الشمس، المغرب عليه أن يحترم حدوده. يقول البعض أنه نحن نريد المغرب أن يعترف بنا، لا، نحن نريد المغرب، الاتحاد الإفريقي والجمهورية الصحراوية تريد المغرب أن يعترف بحدوده. احترامه حدوده يحترم حدود ليحترم حدود جيرانه الآخرين. على كل، لا الجمهورية الصحراوية ولا الدول الإفريقية ستعترف للمغرب بحدود غير حدوده المعترف بها دوليا، وهذه أزمة كبيرة للمغرب. عندما أقرأ بعض الكتابات المغربية وبعض التحاليل، يعني المغاربة يضللون رأيهم، وبعض المحللين المقربين ربما من دوائر الحكم ومن المخابرات، لا جيد ولا ديستي، يكتبون كتابات وكأن المغاربة لا يقرؤون ولا يكتبون، مع كامل الأسف يضحكون على ذقون المغاربة. المغرب وقع على مخطط التسوية فحاول التملص منها، ولكنه وقع على الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي يلزمه بقبول حدوده، يلزمه بقبول قرارات الاتحاد الإفريقي بحسنية. و النتيجة التي كان يتوخاها المغرب من دخوله الاتحاد الإفريقي أتت بالعكس، عكس ما كان ينتظره، عكس ما تماما. فقرارات الاتحاد الإفريقي الأخيرة منذ دخول المغرب في يناير 2017 عندما دخل المغرب، وفي يوليوز الماضي 2017، وفي يناير 2018 أقوى بكثير من كل القرارات من ما كانت عليه، حتى على مستوى مجلس السلم الان. ما كانت عليه. فكيف نفسر ذلك؟ نفسر ذلك ان، وفي الحقيقه نحن كنا منذ انسحاب المغرب سنه 1983 وانسحابه قانونيا اصبح سائر المفعول سنه 1985، كنا في إحراج لأن المغرب غير موجود في القاعة، وهناك من يمثله 4-5 دول معروفة كانت دائما بعاز من الرباط وباريس تؤيد موقف المغرب. كنا في إحراج أن الطرف الآخر غير موجود في القاعة، فكنا
يعني نريد من الاتحاد الافريقي في مواقفه فقط ان يقوم ب تأييد عمل الامم المتحده وبالتاكيد على المبادئ بما فيها حق تقرير المصير والاستقرار الشعب الصهراوي. لكن لما اصبح المغرب عضو، الدوله المغربيه انضمت، زال الحرج واصبح المغرب مطالب من طرف المجتمع الدولي والافريقي خاصه ب ان يحترم حدوده وان يقبل بالحل. فحتى الامم المتحده وحتى الاتحاد الاوروبي عندما دخل المغرب الى الاتحاد الافريقي قالوا لا يوجد حرج. فدخول المغرب الى الاتحاد الافريقي هو الذي سمح بجلوس الاتحاد الاوروبي الى جانب الاتحاد الافريقي بما فيه الدوله الصحراويه. إذن أبيجان النتائج واليابان وما سيبقى ما سيلحق ذلك، النتائج التي كان يتوخاها المغرب، وهنا أتحدث عن سياسة الهواة، يعني دبلوماسية الهواة أنهم يخططون في، لا أعرف كيف في مكاتب وكذا، وما هي التقارير التي يبعثون بها إلى الملك من نيويورك هلال وبوريطة من الرباط حتى وغيرهم حتى يدفعوا بالملك اتخاذ هذه المواقف، يعني بدائرة المقررين على الأقل الملك وبعض الأشخاص، مجموعة من الأشخاص. باخرة النظام العلوي تتقاذف الأمواج، وتضافرت لأول مرة، ونحن نعرف المغرب جيدا، ظروف دولية وداخلية لا تبشر بخير بالنسبة للنظام العلوي في المغرب. الملك محمد السادس يجازف مجازفة كبيرة بالنظام العلوي، وكل ما يحاول الآن من ربح الوقت أصبح هامش المناورة صغير جدا، والنظام الملكية أصبح مهدد أكثر من أي وقت مضى. على المهم في رجوع نرجع إلى الاتحاد الإفريقي، لم يكن هدفه فقط هو محاولة كما يقول طرد الدولة الصحراوية ويسميها الدولة الوهمية من الاتحاد الإفريقي، لا، هو في عزلة، والاتحاد الإفريقي أصبح منظمة جهوية تلعب دور كبير. وفي العلاقات الدولية اليوم لا يمكن للمغرب أن يبقى لا هو في الاتحاد الإفريقي ولا هو في الاتحاد الأوروبي، والتجمعات الإقليمية الكبيرة وسياساتها سياسة الاندماج وسياسة والمشاريع الكبيرة في الاتحاد الإفريقي فرضت عليه أن يختار بما فيه شروط الاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى القضية الصحراوية طبعا. ولكن لا أعتقد أن الحكومة المغربية والمستشار الملك ومستشاريه من الغباء حتى يظنون أنهم كانوا يمكن لهم أن يغيروا الاتحاد الإفريقي من الداخل. هذا ما سوقوا له بتصريحات رسمية. نعم، أنا أظن أنهم كانوا يسوقون لذلك للرأي. أظن أن ما هو حاصل الآن هو عكس ما كانوا يتصورون. الدولة الصحراوية حقيقة وطنية وقارية وعالمية، ومسألة وقت الاتحاد الإفريقي أثبت ذلك، وسيثبت ذلك في الأمم المتحدة. الدولة الصحراوية ستأخذ مكانها مهما طال الزمن إلى جانب المغرب في الجمعية العامة المتحدة. وهل تتصورون أن هذا السير، ذكرتم أن هناك تصعيد وفعلا هذا التصعيد مسجل، لأنه بعد دخول المغرب انضمام المغرب يعني تصاعدت لهجة الاتحاد الإفريقي بأكثر حدة، سواء في موضوع التعجيل بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، سواء من حيث مطالبة مجلس الأمن بتحديد تاريخ الاستفتاء، سواء فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان إلى غير ذلك والمفوضية، ثم كذلك التقارير المطلوب من الاتحاد الإفريقي والزيارات الميدانية. إذن هناك تصعيد حقيقة أو تمسك أكثر بمبادئ الاتحاد الإفريقي. إلى أي حد سيصمد المغرب؟ لأن هذا الآن أظن أنه في القمة 30 طالبت القمة بأن يقوم رئيس المفوضية بزيارة ميدانية، أظن أنه زار موريتانيا وزار الجزائر، وبقي أن يزور الجمهورية الصحراوية في مخيمة اللاجئين والمناطق المحررة، ويزور أيضا المغرب، ثم يزور المناطق المحتلة ليعيد تقرير القمة التي ستنعقد في موريتانيا في المقبل. إذن إلى أي حد سيبقى المغرب متحمل
هل يعني تتوقعون أن يسير تيار ويمشي في الاتجاه الصحيح؟ هو رافض لحد الساعة. إذن سيسحب. المشكل أن بدخوله سمح لنا وللاتحاد الإفريقي بالتحرك. كانت الساحة الإفريقية مقفولة أو لا يمكن لها أن تفعل نتيجة لأن المغرب لا يوجد ليس عضو في المنظمة الإفريقية، ولكن عندما وضع رجله في القاعة وأصبح عضوا أنشأ الاتحاد الإفريقي الميكانيزمات الضرورية بتكليفه للرئيس المفوضية ورئيس المنظمة ومجلس الأمن للتحرك بالتنسيق مع الأمم المتحدة. المغرب يحاول أن يعني يبرر أن التحرك الاتحاد الإفريقي سيكون متناقض مع الأمم المتحدة، وهذا عكس ما هو عكس الحقيقة، لأن المنورسو في حد ذاتها ومخطط التسوية الذي وقع عليه المغرب وإلى جانب الجبهة هو العمل المشترك، والمهمة الحالية للمنورسو هي مهمة مشتركة، والدليل على ذلك أن هناك مراقبين ضمن ولو لازالوا يلتحقون لازالوا يلتحقون، لكن هناك عمل مشترك أممي أفريقي. فالمغرب سيجد نفسه أمام خيارين: الانصياع للإرادة الإفريقية لأنها هي الإرادة الدولية، أو تكرار سيناريو 83 يعني انسحب. الانسحاب. وفي كلتا الحالتين ماذا سيربح المغرب؟ سيربح إذا هو قبل إلى انصاع للإرادة الدولية، سيربح السلام وسيساهم في الاستقرار وسيفتح صفحة جديدة تسمح ببناء البناء المغاربي، وسيكون هناك يعني ما كان لا يتصوره المغرب، تقارب قوي بين الشعب المغربي والشعب الصحراوي والشعوب المغاربية بصفة عامة، وسيكون عرس في ذلك الوقت بين الشعوب المغاربية، وهذا ما نتمنى. لا شك أن تحل مشاكل المغرب الكبيرة كموضوع الهجرة كموضوع التنمية. نعم، يعني تحل. نعم، مشاكل المغرب. نعم. إرادة الشعوب المغاربية والقيادات المغاربية هي هذه، ولكن مع كامل الأسف هذه الإرادة عرقلت من طرف المملكة المغربية منذ 1975 عندما غزا المغرب أراضي وحاول ضم أراضي ليست أراضيه واحتل الشعب الصحراوي كيف 63 مع الجزائر. نعم، كيف. نعم، مطالبة موريتانيا. نعم، لا شك أنه كما كان الوضع في أوروبا عندما كانت هناك مطالبات بعض دول لأجزاء من البلدان الأخرى، فعندما كانت دول كبيرة لا تقبل وجود دول صغيرة في أوروبا وكانت الحروب التوسعية لم تكن هناك أوروبا، لكن عندما قبلت كل من فرنسا وألمانيا إلى آخره وجود دولة مثل لوكسمبورغ وليسنشتاين وهولندا ودول صغيرة، تحالفت أوروبا وتجاوزت الحدود باستراتيجيات وبنظرة عميقة لتبني المستقبل للشعوب الأوروبية. في حالة انسحب وستكون للمرة الثانية سيكون بقرار من هذا النوع، هذه هي نهاية النظام العالمي. يعني بالنسبة لكم نهايته؟ هذه نهايته، لأنه انسحابه من الاتحاد الإفريقي من جديد سيخلق ديناميكية داخلية مغربية ولكن كذلك دولية. دولية. طيب، إذن تابعنا على مستوى الاتحاد الأمم المتحدة أن المغرب الآن في أزمة صامتة، لكنها هذه الأزمة ستتفاقم أكبر مع الأمانة العامة للأمم المتحدة. على مستوى الاتحاد الإفريقي الأمور تجري في اتجاه صحيح، وعلى المغرب إما أن يرضخ وسيكسب ويكسب الجميع، وإما أن يخرج وستكون نهايته. نأتي الآن للاتحاد الأوروبي وأساس الموضوع المعركة القانونية. المعركة القانونية تابعنا يعني تقرير أو قرار محكمة النقد الأوروبية، محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016، ثم قرارها الأخير يوم 27 فبراير 2018. ماذا جرى المغرب؟ وماذا تأثير هذه القرارات على مسار القضية الوطنية؟ ماذا تأثيرها وتأثير مكانتها على مستوى الساحة الأوروبية بالأساس ومستوى الساحة الدولية؟ المؤشر الذي يعتبر بمثابة تحول كبير
على الصعيد القضية هو حكم محكمة العدل الأوروبية. المعروف أن الاحتلال المغربي مؤيد من لدن فرنسا وإسبانيا، وبعض الدول الأوروبية الأخرى يعني تساير عمل الأمم المتحدة وتحاول أن لا تأخذ مواقف تتناقض مع كل من فرنسا وإسبانيا، ما عدا بعض الدول في الشمال، شمال أوروبا وشرق أوروبا. المهم أن المغرب كان يعتبر أن قوة الموقف الفرنسي تعتبر صمام أمان للموقف المغربي في أوروبا، ومعزز للموقف الأوروبي في أوروبا، وضامن لاستمرار مصالح المغرب، يعني المسار الموقف الأوروبي إلى صالح المغرب. لكن منذ 6-7 سنوات الآن هناك تطورات تتناقض تماما مع الموقف المغربي في على الساحة الأوروبية لأسباب عديدة، لا مجال هنا لا يكفي الوقت لتعرض لها بالتفصيل. ولكن المغرب يعتبر أن الساحة الأوروبية هي ساحة الخلفية، يعني قلعته أصلا. نعم نعم، نتيجة الموقف الفرنسي الإسباني ونتيجة لقرب المغرب، يستعمل قربه الجغرافي 14 كيلومتر تفصله عن مضيق جبل طارق، عن جبل طارق عن إسبانيا، وقربه من أوروبا الجنوبية، ووضعه الخاص دولة من 36 مليون نسمة قريبة من أوروبا، تشكل خطر حقيقي بالنسبة لنظامها، يشكل خطر على أوروبا، باعتبار أنه يوحي بأن الوضع في المغرب يوحي بأنه يمكن أن ينفجر في أي لحظة، وهو يستعمل ذلك. كان الحسنتاني يستعمله بذكاء، ولكن هذا يستعمله بغباء، بوضوح. يعني إذا أنتم تفاهمتوا معايا أهلا وسهلا. كل هجرة مثلا نعم 600 مهاجر نعم والمخدرات وكذا، هذا لعب يمكن للأنظمة ولأسباب معينة أن تغض العين، تغض الطرف عن ذلك. المرة الثانية يعني، ولكن مصالح تلك الدول هي المصالح. فهامش هذا الهامش الذي كان لدى أوروبا، لدى فرنسا خاصة وإسبانيا، في تعاملها داخل الاتحاد الأوروبي مع القضية مع المغرب وكل القضايا التي تعني للمغرب بما فيها مشكله في الصحراء الغربية، أصبحت في وضعية ضاق الهامش، يعني نعم غير مريحة تماما. أصبح الأوروبيون لا يتفقون تماما مع الموقف الفرنسي والإسباني، ومؤشر المحكمة إذن كما قلت فتح يعني وأعلن بوضعية جديدة تبشر أن أيام الاحتلال المغربي أصبحت في تنازل مضطرد وسريع، لأن يمكن أن نعتبر أن الحكم المحكمة الأوروبية أو المحكمة الأوروبية هي من الثكنات الأخيرة قبل القلعة. هناك ثكنات عديدة ولكن سقطت، ولكن هناك ثكنات ما زالت صامدة. مجلس أوروبا ومفروضية. نعم والمحكمة هي من القلاع الكبيرة، لأن القضاء له منزلة خاصة في النظام المؤسساتي وفي النظرة وفي الفلسفة الأوروبية. فلا شك أن هذا تحول، ويبشر بأن أيام الاحتلال أصبحت معدودة.
هناك عبارة مهمة جدا وردت في عرض المدعي العام، هو أن ما كانت تعتمد عليه فرنسا أو أوروبا كاملة في التعاطي مع المغرب فيما يتعلق بالثروات الطبيعية، أنه قوة إلى لم يقولوا أنه قوة احتلال، كانوا يقولوا أنه قوة مديرة للإقليم بقوة الأمر الواقع. المدعي العام أكد أن الأمر الواقع، هذا القوة المديرة للإقليم بالأمر الواقع غير موجودة في القانون الدولي. يعني إلى أي حد يمكن استغلال هذه لقطع الطريق أو تغيير العبارات والمصطلحات التي تتعامل معها الأمم المتحدة مع المغرب وحتى الاتحاد الأوروبي مع المغرب في التعامل معه وكأنه قوة مديرة للإقليم بحكم الأمر الواقع؟ لا توجد قوة بحكم الأمر الواقع، قوة مديرة بحكم الأمر الواقع. القوة المديرة هي عبارة، القانون الدولي عبارة الأمم المتحدة منذ 1945 من إنشاء الأمم المتحدة، حكم العالم في ذلك الوقت أن عهد الاستعمار قد ولى، وبالتالي لا يمكن أن نقبل باستعمارات جديدة. فسميت القوى الاستعمارية لبيسونس كولونيال بالقوى المديرة لأقاليم ليست لها، في انتظار أن يقرر في انتظار أن الفصل 11 من الميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة 73 من الميثاق. المهم أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي المعاصر لا يقبل بوجود تعريفات جديدة للاستعمار. الاستعمار استعمار ما في يعني ما. وهو حكم عليه القانون الدولي والأمم المتحدة بالتالي بوجود الأمم المتحدة أن القوى الاستعمارية هي قوى بويسونس أدمينستروت التي كانت في ذلك الوقت. دولة أخرى تحتل بعد ذلك لا يمكن أن تكون بويسونس أدمينستروت، لا يمكن أن تكون قوة احتلال، يمكن لا وجود لها إلا أنها قوة احتلال، إلا أنها بلد. وهو ما قال بان كيمون، هو ما قال بان كيمون تصبحوا، هو قال بان كيمون قالها لأن الجمع العام يعني سجلت ذلك سنة 1979 34 نعم في قرارها في توصيتها في 79 و 1980 عندما أكدت أن الاحتلال المغربي أنها تجلب الاحتلال المغربي وتجلب توسيع هذا الاحتلال إلى المنطقة التي كانت تحتلها موريتانيا في عهد ولدده. فإذا الاحتلال، كلمة احتلال لم يستعملها بان كيمون بل استعملت الجمعية العامة قبل بان كيمون، وهو كم من عام لم يخرج إطلاقا عن عن عن, عن قراءات الجمعية العامة المتحدة. تحدثنا عن الأمم المتحدة، تحدثنا عن الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأفريقي، وتحدثنا عن الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي لا زلتم تعتبرونه قلعة من قلاع المغرب رغم أنكم كما قلتم أسقط حصن من حصانها الكبيرة جدا وبقيت يعني قبل القلعة النهائية. في هذا الإطار يحضرني أن أتحدث إلى أي حد يعني يمكن أن يؤثر المغرب في أساليب الاستفزاز، يعني ابتزاز الاتحاد الأوروبي. مثلا تابعنا على أنه منذ تفجيرات 11 مارس في مدريد كان وراءه مغاربة، إلى آخر تفجير كان في باريس، كلها يعني تفجيرات قادها إرهابيين مغاربة. نعرف أن المغرب أغلبية مشكلين التنظيمات الإرهابية سواء في سوريا أو في الشرق الأوسط أو في ليبيا أو في مالي كلها وأغلبها الأغلبية الساحقة هم مغاربة. نعرف أيضا أن المغرب هو أكبر منتج ومصدر للمخدرات، المخدرات التي هي يعني الأساس في تقوية الجريمة المنظمة العابرة للحدود وفي دعم الإرهاب. نعرف أن المغرب مثلا شبكات كبيرة جدا في تزويد الأموال والتجارة بالبشر، وهذا ظهر حتى في تقارير وزارة الخارجية الأمريكية. نعرف أيضا أن المغرب يستعمل الهجرة السرية رغم أن حدوده مغلقة مع الجزائر ومغلقة مع الصحراء الغربية، يستعمل طائرات خطوط الجوية الملكية التي تصل 37 نقطة من إفريقيا من أجل تبييض الأموال وتهريب المخدرات و المجيء بالمهاجرين من أجل الدفع لأوروبا. إلى أي حد هذا سيساهم في يعني توضيح الرؤى للأوروبيين وقطع الطريق أمام المناورات الفرنسية الحامل الرئيسي للمغرب؟ لا، هو الأوساط السياسية الأوروبية في غالبيتها تعلم يعني أن المغرب بؤرة لتفريخ الإرهاب. ويضحكني عندما أقرأ
مسؤول قضائي أمني مغربي والمخابرات المغربية الخيام بتقرروا عن الكفاح ضد الإرهاب الذي يقوم به المغرب. الخلايا الوهمية في فاس والفنيدق وطنجة فقط. الخلايا دائما التي يكتشفها الخيام والديستي. فالمشكل أن المغرب يعيش أزمة هيكلية سياسية واقتصادية، والنظام المغربي يعني تستحوذ عليه عائلات مع العائلة الملكية قليلة جدا. فالبنوك البنك الشعبي والبنك التجارة الخارجية المغربي والبنك التجاري وفا بنك الخطوط الملكية والفوسفات إلى آخره كلها موجودة بيد العرش بيد العائلة العلوية وبعض العائلات مع ذلك هي شركات أوروبية فرنسية خاصة وإسبانية، وكل شيء موجود في يد زمرة قليلة من البشر وأجانب. الشعب المغربي لا يملك لا السيادة لا المواطن المغربي سيد لأنه رعية ولا البرلمان بغرفتيه والحكومة هي مؤسسات حقيقية كراكيز فقط، ما هي فقط كما دمى كما هي في مسرحية هزيلة جدا. فالمشكل هنا مشكل، والمشكل ربما قوة النظام المغربي هي ضعفه وخوف الأوروبيين من انفجار المغرب، فهو يتوسل إلى الأوروبيين أنهم يساعدونه من أجل الاستقرار، ولكنه لا يفعل شيئا من أجل هذا الاستقرار. لوح محمد السادس أنه ملك الفقراء وأن هناك ديمقراطة في أيامه الأولى، ولكن انقشع هذا الضوء ورجعت الأمور إلى أسوأ ما كانت عليه عهد والده الحسن الثاني في مسألة الحريات الديمقراطية وفي حرية التعبير وفي كل شيء، وحتى في الاقتصاد كان الحسن الثاني يترك هامشا، العائلة العلوية كانت تترك هامشا للبرجوازية الوطنية المغربية، هذا لم يترك أي هامش، احتوى على كل شيء حتى وكتب في فرنسا وفي غيرها والمقالات، ولا يهمه مشاكل المغرب حتى، يعني هو موجود في سياحة مستمرة وقرب فرنسا يزور المغرب مرة. هو يأتيك السواح للمغرب عندما يريد أن يظهر في الشاشة في داخل المغرب. لا، هناك أزمة، ونحن مشغلون كذلك بهذا الأمر، لأننا نريد استقرار المغرب ونريد أن نبني مع المغرب مستقبل زاهر للشعبين الصحراوي والمغربي في إطار المغاربي، ونريد السلام لشعبنا وللشعب المغربي، ولكن مع كامل الأسف نحن نفتقد إلى بارتنير، يعني أن شريك في السلام كما قلتها سابقا عدة مرات. فالمشكل عند الأوروبيين الذين يعون أن المغرب مصدر للمخدرات، مصدر الأول القنب الهندي، أصبح كذلك اليوم هو الممر منطقة العبور للمخدرات من أمريكا اللاتينية، للهروين يعني والكوكايين وغيرها، بالإضافة إلى الهجرة السرية وبالتالي الإهرام. الفقر في المغرب والتجهيل تجهيل الشعب المغربي يجعل أن الأمور تتطور نحو المجهول. المغامرة بربط استقرار المغرب واستعمال القضية الصحراوية كشماعة من أجل إلهاء المغاربة عملية خطيرة ستوقد النار في الرباط، ستوقدها في مراكش وفي الدار البيضاء، ليس فقط جرادة وشمال الريف ولكن في المدن الكبرى. من الصعب جدا أن 36 مليون يقبعون في الفقر وفي الجهل ويقال لهم أنهم شعب الله المختار وأحسن الشعوب ومبحبحين وفي وضع صعب جدا. الأوروبيون يخافون على المغرب كما نخاف نحن عليه،
ولكن لا يفعلون شيئا. لماذا؟ لأن النظام العلوي يشتري لوبيات في فرنسا وفي إسبانيا وفي كثير من البلدان، هذه المهرجانات التي تقام في مراكش وفي وهذه الندوات المستمرة وكذا إلى آخره، كلها مدفوعة الأجر بما فيها مسرحيات يعني مهرجانات الموازين وغيرها التي تأتي تنا فيها بكثير من النجوم الأغنية وغيرها من النجوم والأقمار، يعني فتكلف الشعب المغربي الكثير من الأموال. إذن هناك أساليب لإبعاد الخطر عن النظام بشراء الذمم وكذا إلى آخره، ولكن ولكن هذه هي لن تجدي نفعا في النهاية. لكن أخي الوزير في هذه الوضعية شفنا مثلا الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي تحدثنا عنه، تحدثنا عن الأمم المتحدة، تحدثنا عن أوروبا وكيف ترى للمغرب أنه مصدر قلق، أغلبية الإرهابيين تفجرت لأحداث أوروبا مغاربة، موضوع الهجرة، موضوع تبريد الأموال، موضوع المخدرات إلى غير ذلك، الوضع في المغرب. إلى ما ضفنا لهذا الوضع في شرق المغرب ومثال هجرادة مثلا، لأن هاي وضع في هجرادة سيمتد إلى وجدة، يمتد إلى قصر السوق والرساني وأرفود، إذا ذلك المنطقة الشرقية التي تأثرت بفعل قرار المغرب غرق الحدود مع الجارة الجزائر. نتحدث عن موضوع الشمال والحسيمة الذي يتطور الآن، والملف معتقلهم ساخن، يعني لا مخرج له، ملف معتقل نجرد لا مخرج له، ملف الصحفيين، ملف يعني المهداوي، ملف يعني عشوا مع البلجيكا، يعني ملفات قوية جدا، إضراب المعطلين يوميا أمام البرلمان الأوروبي منذ 6 سنوات، حركة 20 فبراير، مشكل مع النهج الديمقراطي، المشكل مع العدل والإحسان، المشكل مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المشكل مع الأحزاب السياسية التي أصبحت يعني في خبر كان، يعني لم يعد يتحكم فيها الملك بالشكل الذي كان يريد، المشكل حتى أسرى الحرب الذين كانوا لدينا هنا معززين مكرمين هم الآن يقضون شهورا بلياليها في القر يعني أمام البرلمان يطالبون بحقهم. فهذا الوضع، ما الذي دفع المغرب إلى البحث عن خلق أزمة والاستفزاز والتصعيد فيما يتعلق بالقضية الصحراوية؟ هل هو البحث عن مخرج؟ كلما عددتها من مشاكل تبرر هذا الموقف. أسئلتك تتضمن الجواب. كيف يعني؟ من أجل الالتفاف على كل هذه المشاكل كبرها صغار. كيف يعني؟ بالتلويح بالهجوم العسكري ومطالبة المغاربة أنها لحظة الالتفاف خلف صاحب الجلالة، لحظة وطنية، والتذكير بالمسيرة الخضراء، والتذكير بأنه ويجب قراءة القراءة السياسية لكل ما يحدث. طبعا تضافر، أنا قلتها في البداية أنه التضافر والتلاؤم وضعية دولية صعبة، مواجهة صريحة مع الأمم المتحدة، نتيجة عكسية في أفريقيا، عكس لما كان يتوخى المغرب كان ينتظر، بداية نهاية الوضعية القلعة الصامدة في أوروبا، ولكن وضعية خطيرة تنذر بالانشدار في الداخل. كل هذا جعل أنه من أجل ابتزاز الأمم المتحدة اختلاق أي شيء من أجل القول أن هناك خرق من طرف البوليزاري، وأشترط أنه لا يمكن أن نتقدم في المسار وفي المحادثات إلا في أجواء وكذا، ويجب أن تفعلوا لي كذا وإلا لن نتقدم. هذا مسرحية مراكشية الذي يسرق وينادي الناس في الشارع الحقوني إنهم سرقوني، وهو كان الذي يسرق، فينهال بالضرب على الضحية ويضع يده في جيبه من أجل أن يستخرج ما فيها،
وهو في نفس الوقت يصرخ تعالوا هذا سارق سرقني، وهو الذي أصل. فهذه حالة النظام المغربي الحالي بالأزمة الداخلية والوضع المتفجر والأزمة في العلاقات الدولية، في علاقات المغرب بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، تجعل أنه اختلق هذه الضجة من أجل لفت أنظار المغاربة ولكن ابتزاز كذلك الخارج. طيب لو هذه هي هذا هو الخلاصة. سؤالك عن كل هذه التغطية على هذا. غير إلى أي حد نحن مثلا المغاربة يعرفون والجيش المغربي يعرف أن من الوراق إلى أبسط صندي هم خريجين 94، يعني لا خبرة لهم في الحرب، يعرفون أن وضعهم الاقتصادي لا يتحمل، يعرفون أن السعودية في مشكل في منطقتها سواء في سوريا سواء في اليمن إلى غير ذلك، يعرفون أن فرنسا تعيش على ما تأخذه إتاوات من الدول 14 التي تغرمها بالفرنسيفة، يعرفون وضعية صعبة جدا، ويعرفون أن الشعب الصحراوي وضع السلاح منتصرا في توقف إطلاق النار، وهو جاهز كل الجاهزية للحرب حينما تفرض عليه، وأن معركة الحرب سوف لن تكون فقط في الصحراء الغربية كما كانت سابقا، بل ستكون المغرب كله ساحة للقتال. إذن إلى أي حد يريد المغرب أن يصل بهذا التهديد؟ هل يقصد المناطق المحررة من الصحراء الغربية وحدها؟ هل يقصد جر الجزائر إلى الحرب؟ ما هو دور فرنسا في هذا؟ ما علاقة ما يحدث في الساحل والصحراء بهذا؟ يعني إلى أي حد ممكن أن يصل هذا التهديد؟ المغرب لاعب تائه. المغرب في هذه الحرب عسكريا ودبلوماسيا لاعب تائه، يمكن أن يتخذ قرارات في أي لحظة وربما غير محسوبة العواقب. المغامرة. نعم مغامر سواء كان ذلك مدروسا أو سواء كان من أجل الابتزاز الخارجي أو سواء كان من أجل الضغط أو سواء كان من أجل الاستغلال الداخلي، فالنتيجة واحدة، إذا هو غامر فله أن يغامر. إذا كان المغرب يفضل الآن نتيجة لما قلنا سابقا، نتيجة الوضع الداخلي ونتيجة لما وصلت إليه وضعيته على الصعيد الدبلوماسي، هنا العزلة خانقة جدا. نعم، إذا كان يعتقد أن الحرب أصبحت أفضل له من هذه الوضعية التي ليست سلما وليست حربا ولكنها متحركة، فالنقاط التي كان يريد تسجيلها في الفترة لا حرب ولا سلم أصبحت نقاط ضده على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الداخلي. هذا في حالة غمر بالحرب. نعم. فإذن لا تكون نهايته. فإذن الشعب الصحراوي مستعد لمواجهة المغرب عسكريا، وإذا كانت مشكل في من خلال بعد وقف إطلاق النار إلى الآن عند البوليساريو عند الحكومة الصحراوية هو إقناع الصحراويين بالانتظار، هناك ضغط، وهذا ظهر في كل مؤتمرات الجبهة خاصة منذ المؤتمر 12 و13 و14، منادات الصحراويين مطالبة الشعب الصحراوي والأطر الصحراوية العسكرية والمدنية بارتشاق البندقية، لأن المغرب لا يفهم هذا إلا هذا. إذن سيكفيكم ضغط الإحراج مع القاعدة الشعبية. لا هو لا الجبهة تصرفت بكل يعني حكمة، رحم الله الرئيس الفقيد الشهيد محمد عبد العزيز ورفاقنا الذين استشهدوا مع
منذ وقف إطلاق النار إلى الآن، كان نقاشنا نقاش موضوعي، وكان كان القرار أنه ما دامت الأمم المتحدة تريد أن تتقدم نحو تمكين الشعب الصحراوي ممارسته في حق في ممارسة حق ممارسته لحقه في تقرير المصير والاستقلال، يجب على الصحراويين أن يصمدوا وأن يساعدوا الأمم المتحدة لأنهم أصحاب حق. خيارنا صائب، وقلنا أن المغرب سيرتكب حماقات، وقلنا أنه لن يربح الرهان بهذه الطريقة، وأن مصلحة المغرب هو أن يكون السلام بيننا وبينه، وسيربح هو 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 وغيره من الشعوب المغاربية أن نتوحد جميعا في إطار مؤسسات مغاربية وفي إطار مقترح الجماعة. ولكن يظهر أن النظام الحالي على الأقل محمد سادس لم يفهم هذا ويهتم بقضايا أخرى، الربح الشخصي والهروب عن حل القضايا الحقيقية الموضوعية للشعب المغربي. فهذا يعني إذا هو غامر فله أن يتحمل مسؤولية مغامرته، نحن لا نقول له. لكن هو الذي يمكن أن نكرر نحن هنا ونكرر اليوم ونكرر هنا أن الشعب الصحراوي سيلقونه درسا لن ينساه أبدا، أجيال عن أجيال سيلقنه درسا لن ينساه أبدا، وماذا عسكريا ودبلوماسيا. نعم. وماذا سيفعل في حالة كان هذا فقط نوع من التلاور، من نوع من الألعاب البهلوانية، وهو جند الأحزاب ونقل رؤامنا الأحزاب العام والأحزاب إلى العيون المحتلة، وأقام المهرجانات وهدد وطائرات وتحريك قوات؟ ماذا سيفعل للرأي الوطني في حالة ما فشل، في حالة ما لم يغامر، خصوصا أن الجبهة في الدولة الصحراوية تمارس سيادة المناطق المحررة، وأنها يوم بعد يوم ستظهر المناطق المحررة وسيظهر من هو السيد على المناطق المحررة؟ إذن هذا الإحراج كيف سيواجهه المغرب؟ المغرب ليس السويد، والمغرب ليس حتى إسبانيا القريبة. الشعب المغربي مؤطر بأحزاب عميلة للنظام، فهي ترقص رقصة النظام، وإذا قال لها أرقصي بالعكس فترقص بالعكس. بالعكس هذا ليس سوى يعني فرجة في 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 فنجان وزوبعة في فنجان، ولا لا 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 يجب إعطائه أكثر من ما هو. فكل أحزاب انتهت، الأحزاب انتهت. الحزبين الكبيرين تاريخيا حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وقت المهدي مبركة، انتهوا مع آخر زعماء هذه الأحزاب، هو المهدي مبركة الذي اغتيل في الدار البيضاء، خلفه بوعبيد، حاول شيئا ما مع موت علاء الفاسي وبوعبيد، فهذه الأحزاب انتهت، أصبحت أحزاب إدارية كغيرها من الأحزاب. فالأحزاب هي أحزاب القصر. فأنا يضحكني عندما نرى نبيل بن عبد الله وغيره. اليسار، الأحزاب الحقيقية في المغرب ما زالت غير مشرعة، وليست لها يعني قاعدة باعتبار أن النظام لا يسمح بذلك. محصر. لا يسمح بذلك. القوى القوية في المغرب هو الجيش والعدل والإحسان، وقوى اليسار المشرذمة ولكن لها كذلك نهج ديمقراطي. نهج ديمقراطي، وحتى اليسار الموحد في أصوات وفي كذا، والجامعات هناك، ولكن الطبقة الشغيلة التي هي غير مؤطرة فعلا، هناك بعض إطارات مع الأحزاب، ولكن الطبقة الشقيلة والفقراء في المغرب هو الحزب الكبير، ولا الذي ينفجر ولم يجد طريقه للانفجار الكبير، وسيكون هناك ربما في مرحلة معينة تجاوز كل الأحزاب وانفجار كبير من داخل الأحزاب ومن خارج الأحزاب. طيب الأخ والتسالك، يعني تناولنا النقاط الأساسية، الآن يبقى الخلاصات، كيف هو وضع القضية الوطنية بالنسبة لتحليل الجبهة الرسمية يعني الآن، ونحن ننتظر صدور قرار مجلس أمن
صدر قرار المجلس الأمني هذا الشهر. إذن كيف هو وضعنا الآن؟ ومطلوب منا على مختلف الساحات، سواء للرد على هذا التصعيد الذي قلتم قد يصل مغامرة ونحن جاهزون لهذه المغامرة، أو في إطار يعني تقوية مكاسبنا والقفز يعني على طريق يعني المكاسب الأخيرة، المكسب الأخير والهدف الأخير الذي هو يعني استكمال سيادتنا على ترابنا الوطني. الخلاصة الأولى هي أن القضية الوطنية الصحراوية تتقدم، وأن الجمهورية الصحراوية حقيقة لا رجعة فيها. عندما أعلن الشهيد الولي الجمهورية الصحراوية سنة 1976 مع رحيل آخر جندي إسباني، ليس فقط من أجل ملء الفراغ الإداري الذي تركت إسبانيا، القانوني والإداري الذي تركت إسبانيا، ولكن من أجل سد الباب أمام كل الحلول المشبوهة وأنصاف الحلول. فإذا الدولة الصحراوية كما قال المؤتمر هي الحل، وهي حقيقة لا رجعة فيها كذلك كما قال المؤتمر أظن الرابع السادس نعم. فالمغرب يحاول أن يناور، ولكن التقدم أصبح بوتيرة متسارعة. الذي طبع السنوات الأخيرة، وأنا قلتها هنا منذ 2012 أن أصبحت هناك وتيرة متسارعة وستتسارع هذه الوتيرة. المغرب سيفرض عليه مواجهة أكبر مع المجتمع الدولي إن هو لم يجد يعني تمادى فيه، وهذه المواجهة ستكون مواجهة عالمية في الأمم المتحدة، في الاتحاد الأوروبي، في الاتحاد الإفريقي، على صعيد يعني كل البنيات الأساسية على المستوى الدولي، وهذا سينهكه تماما على صعيد الدبلوماسي. على صعيد الأرض المغرب لن يربح قلوب الصحراويين كما قال الحسن ثاني. المغرب لن يربح قلوب الصحراويين، لأن قلوب الصحراويين مع الحرية والاستقلال المسألة مسألة وقت، لكن هذا الوقت أصبح يعني في صالحي أكثر من أي وقت مضى، في صالح الشعب الصحراوي، في صالح الاستقلال. أنا بهذه المناسبة أحيي الصحراويين وألح على الوحدة الوطنية، الاستمرار، كل في موقعه، كل في مهمته. أحيي بالمناسبة أبطال قديميزيك والصف الطلابي والمناضلين والمناضلات في الأرض المحتلة، ولكن كذلك أحيي الجيش التحرير الشعبي الذي هو واقف أمام كل الاحتمالات وجاهز، وأحيي كذلك الشعب الصحراوي في الملاجئ وفي الشتات. أصوات تتعالى في كل البقاع وفي كل المناطق التي تواجد فيها الصحراويون من أجل المزيد من الصمود والمزيد من العمل. أنا أعتقد أنه النصر قريب، والعنجهية والتعنت والتعالي الذي أصبح في وتيرة متصاعدة من الرباط لا يثبت إلا شيء واحد، هو الفشولات التي يمنى بها يعني مني بها النظام الاحتلال المغربي في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأفريقي وفي أوروبا. أشكرك الأخ محمد سامي السارك على قبولك الدعوة، وأشكرك لأني استغلت الفرصة لأجمع مجموعة من المواضيع كانت يعني مرتبطة، وهناك انقطاع يعني حدث في البرنامج نتيجة الأسباب يعني خارج عن إرادتنا. السادة المشاهدين نتمنى عنهم يعودوا استفادوا من بالإجابة اللي كانت شافية وكافية. أنا أيضا بدوري يعني نحييك ونشكرك، ونتمنى أن نلقاك يعني في حصص أخرى إن شاء الله ونتوسع أكثر للنقاش، نخصص هالموضوع موضوع يعني تعود أوسع. نتمنى من المزيد حتى نأكد على أنه ضروري ياسر من الوحدة الوطنية لم صف تمسك أكثر بالجبهة، وعلى الهدف عاد قريب، وعلى المغرب في سكرات الموت نعز مجددا عائلاتنا ونعزو فقد في هذه الناس اللي فقدناهم مؤخرا، اللي هما ضحايا حرب، ضحايا حرب التحرير الوطنية
والشهداء قضية نبيلة. ونحيي جماهير الأرض المحتلة مرة ثانية. أنا معك أيضا ضم صوتي ونتمنى لكم التوفيق. ونختم الحصة بكلمة أخيرة دقيقة أعطيها الأخ محمد سامي السلك. تحية كل الصامدين في السجون المغربية. شك أنه السجن يمكن سجن الجسم ولكن لا يسجن الفكر، فأفكارهم وكأنما نراهم كل يوم بوجوههم معنا، فيعطونا أن دائما. وأنا في تجول في بقاع العالم في مؤتمرات دولية وحتى في طائرات أتذكر دائما وأتصور أنهم أني في نقاش معهم وما يذقونه من العذاب وفي السجون. فهذا دليل على إرادة الشعب الصحراوي القوية التي لا تلين. وهنيئا على هذا الصمود وإلى الأمام، ونصر قريب إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر. شكرا لأخ عزام. شكرا سادة المشاهدين، إلى أن نلتقي في حصة قادمة. دمتم في أمان الله.